أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم الأستاذ علي المعمري، محافظ محافظة تعز. نستطلع معه آخر التطورات الميدانية وكذلك نتائج زيارته إلى تركيا وعدد من الدول بحثا عن دعم لمحافظة تعز. نبدأ الحوار. أهلا وسهلا أستاذ علي. مساء الخير، شكرا لقناة بلقيس لهذه الاستضافة، وأحيي مشاهدي قناة بلقيس الكرام. لو بدأنا من السؤال الأكثر إلحاحا لدى المواطنين والمتابعين لموضوع تعز، لماذا تأخر موضوع تحرير تعز؟ وما الذي تحتاجه المحافظة لكي تتحرر، خاصة أنها أكثر محافظة تعرضت للنزيف خلال العامين الماضيين؟ فيما يتعلق بالتأخير في موضوع التحرير، هناك عوامل كثيرة جعلت من التحرير يتأخر نوعا ما، لكن أبشر نحن في المرحلة السابقة في قبل شهر ونصف تقريبا بدأنا المرحلة الأولى من فك الحصار عن مدينة تعز بفتح دائم ومستمر وآمن للخط من تعز إلى عدن، وهذه الخطة نفذت على أكمل وجه. لدينا خطة ثانية لتحرير المحافظة بإذن الله ستبدأ قريبا بإذن الله بالتعاون مع الإخوة قوات التحالف العربي. نحن ساعين في موضوع تحرير المدينة. التحرير تأخر ما من شك في ذلك، لكن تعلمون الأعداد الضخمة لألوية الانقلابيين المتواجدة في محافظة تعز، هناك أكثر من 11 لواء يحاصرون المحافظة، هناك قوات الأمن المركزي، النجدة، كل هذه القوات التي كانت موجودة في الأصل في تعز هي اليوم من تحاصر المدينة وتحاصر المحافظة، أعداد كبيرة، تجهيزات كبيرة أيضا، مدافع، دبابات، الكاتيوشا، بينما يواجه الجيش الوطني ومقاومة تعز هذه الأعداد الضخمة والآلات الضخمة يواجهها بأسلحة متوسطة وبصدور عارية. يمكن أن نقول أن الشباب يقاومون بأقل الإمكانيات، لا يمتلكون إلا سلاح متوسط، ومع هذا كل يوم يمر يحدث تقدم وانتصار. تعز تحررت شبر شبر، آخر قبل شهر مثل ما قلت أصبح الخط آمن ما بين تعز وعدن، وأصبح التنقل للأغذية، للأدوية، لكل ما تحتاجه المدينة من خط تعز عدن أصبح آمن. التعز تحتاج إلى معد، تحتاج إلى مدافع، تحتاج إلى دبابات، تحتاج إلى سلاح ثقيل لكي تنهي هذا الحصار. وأظن أن إخوتنا في التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية قادون هذه المرة، وهم قادون على الدوام، قدموا العون وقدموا المساعدة لأبناء المحافظة وقدموا أيضا لأبناء اليمن. أقول نحن إن شاء الله في المرحلة القادمة لدينا خطة ثانية لتحرير المدينة، وهذا سيكون بإذن الله قريب جدا إن شاء الله. أستاذ علي، قبل عام كان الحديث عن تحرير المدينة والحصار المطبق عليها، خلال الفترة اللاحقة شاهدنا انتشار الحرب أو المواجهات من المدينة إلى ريفها، تم نقل المعركة أيضا إلى ريف تعز، كيف بالإمكان الحديث عن تقدم داخل المدينة ومع ذلك الميليشيا وصلت إلى السور، إلى المقاطرة، إلى كل مديريات تعز؟ أقول فيما يتعلق بوصول الانقلابيين إلى بعض المديريات في محافظة تعز، هم يصلون بالاستعانة ببعض المتحوثين أبناء هذه المناطق، لكنهم بأعداد بسيطة. يعني عندما تبحث وتسأل تجد أن الأعداد المتواجدة في الصل أو في حيفان أعداد بسيطة، يتواجدون في منطقة ثم ينتقلون إلى منطقة أخرى. هذه الانتقال لهم من منطقة إلى منطقة، هم يحاولوا كلما استطاعت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحقيق انتصارات فيما يتعلق بالمدينة وحوالين المدينة يحاولوا نقل المعركة إلى مناطق أخرى. لكن أقول الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الشهر الأخير، في 45 يوم الأخيرة، استطاعوا أن يتقدموا في أكثر من منطقة، فتح خط الضباب، متواجدون اليوم في منطقة حذران، في مناطق في الشمال، في المنطقة الشمالية يتقدمون في اتجاه الهيئة، في كثير من المناطق الجيش الوطني والمقاومة تتقدم، والانقلابيون كل يوم وهم يندحرون وينسحبون. أقول الأخوة قوات التحالف بالتنسيق مع الجيش الوطني المتواجد في تعز يعدون في المرحلة القادمة بإذن الله لخطة لاستعادة
تعز من الانقلابيين استعادة كاملة بإذن الله. طيب أستاذ علي، هناك بين فترة أخرى تظهر مشاكل إشكالات بين فصائل المقاومة المختلفة، هذه إلى أي مدى تؤثر على قضية حسم المعركة في تعز، وإلى أي مدى أيضا تجعل الانقلابيون يستغلون مثل هذه الثغرات لتشديد الضغط على تعز؟ تعلمون أن المعركة في تعز والحصار لتعز مستمر منذ عام وسبعة أشهر، بطول المدة بتقادم الزمن تحدث مثل هذه الأحداث، يحصل خلاف بين بعض فصائل المقاومة، بين بعض قادة المقاومة، لكن هناك مجلس تنسيق للمقاومة، هناك قيادة للسلطة المحلية، هناك شخصيات اجتماعية دائما تستوعب وتحل هذه المشكلات. كلما ظهرت مشكلة من هذه المشكلات سرعان ما ينبري لها مثل ما قلت شخصيات اجتماعية والإخوة في اللقاء المشترك ويحلوا هذه المشكلة. هذا أمر نعتبره أمر طبيعي وهو ضمن المتحكم به ولا يشكل خطر. أنت تعلم سنة وسبعة أشهر من الحصار، والحصار المميت، يعني وصل الحال إلى أن الناس ماتت نتيجة لفقدان الأكسجين، أكثر من 15 شخص ماتوا نتيجة لانعدام مادة الأكسجين في تعز. الحصار وطول الأمد خلق حالة من التوتر بين بعض عناصر المقاومة، لكن هذا يظل ضمن المسيطر عليه وضمن المتحكم فيه، وهناك أحزاب في المحافظة وشخصيات اجتماعية دائما يستطيع ان يوقفوا مثل هذا الخلاف اذا ما حصل. انا اعتبره ان الامر لا يشكل خطر ابدا. يعني هناك من يقول ان السلطة المحلية غائبة في تعز، خاصة في ظل الانقسام، هناك ايضا سلطة اخرى لدى الانقلابيين ومحافظ اخر لدى الانقلابيين، لا تحضر السلطة بشكل قوي او الدولة بشكل واضح ومباشر داخل المناطق المحررة. أقول يا أخي الكريم، السلطة المحلية في تعز موجودة، وموجودة من خلال المحافظ والوكلاء، ولكن علينا أن 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 نعلم أن البنك المركزي اليوم هو موجود في إب، والمال الذي يصرف على الجهات وعلى ويصرف بنظر الانقلابيين، ولهذا من يملك المال هو من يستطيع أن على الأقل يتحكم في مدراء العموم. في نحن بإذن الله إذا انتقل البنك المركزي، وهو سينتقل قريب إلى محافظة عدن، أقول إذا انتقل البنك المركزي إلى محافظة عدن سنجد سلطة محلية. البنك المركزي في تعز أم البنك المركزي بشكل عام الرئيسي إذا نقل إلى عدن وأصبح يمارس دوره الحقيقي؟ أقول أن السلطة المحلية وأن تعز ستصبح محررة تماما. مشكلتنا اليوم أن السلطة المحلية لا تمتلك موارد ولم يعطى لها مال من الحكومة. يعني لك أن تتخيل أننا منذ شهر واحد، منذ أن عينت إلى اليوم، لم نستلم إلا بما يساوي 300 ألف دولار خلال 10 أشهر لدعم الجبهات في الفترة السابقة. لا نمتلك أي موارد، الضرائب كل شيء يورد إلى صنعاء. السلطة المحلية مثل ما قلت متواجدة، ونحن نتواجد بين الوقت والآخر في تعز، وأنا قبل أن أعين محافظ ظليت متواجد في مدينة تعز لمدة عام، إلى أن عينت محافظ أغادر ثم أعود، وأنا عندما أغادر للبحث عن إمكانيات وما يمكن أن نستفيد منه في المحافظة، في إدارة المحافظة. أقول كيف يمكن أن تقوموا بمنع توريد المبالغ المالية إلى صنعاء؟ لماذا لا يتم تحصيلها مباشرة؟ توريدها البنك المركزي في عدن. المدينة كل يعني اليوم النشاط التجاري في المدينة دمر تماما، لم يعد لدينا نشاط تجاري. نعم. بحيث أن تستطيع أن تحصل ضرائب، لا يوجد نشاط تجاري في المدينة، يوجد في مداخل المدينة تحصيل لضرائب وخلافه، هذه يأخذها الانقلابيون. اليوم التعز دمرت تماما، ليس هناك ما يمكن تحصيله من أموال في المدينة. هؤلاء الانقلابيين لم يبقوا حجر على حجر في المدينة، دمروا المصانع، دمروا المتاجر، دمروا المدينة، دمروا الأسواق، الناس في أسوأ حالاتهم، يعني الناس بالكاد يقون على تدبير أمورهم. كيف يمكن أن تذهب لصاحب محل أو معمل أو تقول له أنه مطلوب منك أن تدفع ضريبة أو تدفع زكاة وهو وبيته مدمر والعقار لا أحد يعني يستلم إيجار؟ باختصار شديد أوضاع الناس في أسوأ حالاتها، ولا يمكن لسلطة محلية أن تضيف أعباء على أعباء الناس. باختصار شديد يا أخي العزيز، نحن في السلطة المحلية وأنا كمحافظ ليس لدينا أي مورد، مواردنا صفر، وما استلمناها من الحكومة مثل ما قلت من يوم تعيني إلى اليوم هو ما يساوي 100 مليون ريال يمني، ما يساوي 300 ألف دولار، يعني استعنا به في دعم الجبهات لكي لا تسقط جبهات في بعض اللحظات.
هل يمكن أن تدير محافظة إعدادها 4 مليون ريال بدون موارد؟ هذا أمر طبعا غير ممكن، لكن نحن نؤمل الآن، نؤمل بإذن الله أن يكون عندما يعمل البنك المركزي في عدن أن الحكومة تقوم بدعم السلطة المحلية بما تحتاجه من أموال لكي تبدأ تمارس نشاطها. نعم. ومع هذا وفي يعني ومع ما سبق من حديث عن يعني ليس الحديث عن شحة عن انعدام، لكن نحن نقوم بما يمكن القيام به، بما نستطيع أن نقوم به في خدمة المحافظة وأبناء المحافظة. يعني هناك حديث عن أيضا أنه قصور كبير جدا فيما يتعلق بالجانب الصحي. جميع هناك 40 مستشفى في تعز أو 37 في مستشفى في تعز، منها حكومي ومنها ما هو خاص، تم إقفالها نظرا لعدم وجود أي موارد. كيف بالإمكان أن تعمل محافظة إعداد سكانها 4 مليون في ظل غياب أي دعم للمستشفيات؟ لدينا 9 مستشفيات حكومية، يعمل منها فقط مستشفيين. ومع هذا العمل في مستشفى الثورة عمل جيد، وفي الجمهوري نوعا ما أيضا جيد. نحن فيما يتعلق بالقطاع الصحي نستعين بإخوتنا في التحالف. الإخوة في مركز الملك سلمان يقومون بدور عظيم وجهد عظيم وجبار في موضوع الصحة. كل الجرحى يتطببون اليوم في مستشفيات في عدن وفي مستشفيات في تعز على نفقة مركز الملك سلمان. مركز الملك سلمان أوصل كثير من المساعدات للمستشفيات. الهلال الأحمر الإماراتي يقوم بجهد عظيم، الهلال الأحمر الكويتي يقوم بجهد عظيم، الإخوة القطريين يقومون بجهد عظيم. في ملف الجرحى عفوا أستاذ، هناك أكثر من 10,000 جريح، يعني هناك شكاوى أن هناك جرحى تعفنت جروحهم، هناك أشخاص أصيبوا بإعاقة دائمة، هناك أشخاص ربما توفوا نتيجة عدم تلقيهم العناية. كيف بالإمكان نقول أن هناك رعاية صحية في تعز؟ أخي العزيز، في موضوع الجرحى مهما قدمنا ومهما يعني ساعدنا، لا يمكن أن نوفي هؤلاء الجرحى شيء مما قدموا. هؤلاء قدموا أرواحهم يعني رخيصة من أجل اليمن ومن أجل تعز ومن أجل اليمن، ومع ذلك نحن نعمل على تخفيف هذه المعاناة للإخوة الجرحى. وسأشرح لك، أنا تعينت في شهر 1 وغادرت من تعز إلى عدن لكي أقابل فخامة رئيس الجمهورية. نعم. وأول ما وصلت لعدن كان أبناء تعز لا يتم استقبالهم في المستشفيات الخاصة في عدن. المستشفى الوحيد الذي كان يستقبلهم هو مستشفى أطباء بلا حدود، هذا المستشفى الوحيد، وكان يتعامل معهم ويعني ويشكر له، لكن كثير من الحالات كان حالات بتر للأرجل للأيدي في هذا المستشفى نتيجة للجروح التي وصلتهم. بمجرد وصولي إلى الرياض ذهبت إلى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح، وأنا أشكر له وقتها جاء معي إلى مركز الملك سلمان، وذهبنا وطلبنا من مركز الملك سلمان يتعاقد مع مستشفيات في عدن، لأن يومها كانت المدينة محاصرة والحرب في أطراف المدينة ولا يمكن للجرحى الدخول إلى المدينة. المركز الملك سلمان قام مشكور بالتعاقد مع 4 مستشفيات، الروضة والنقيب وصابر والوالي، ودفع لكل مستشفى دفعة أولى 300,000 دولار، وكل جريح من جرحى تعز كان يصل إلى المستشفى كان في حسابه 4,000 دولار يعني من مركز الملك سلمان. بعد ذلك ذهبنا إلى مركز الملك سلمان وطلبنا أن بعد أن فتح الحصار وأصبح لدينا طريق طالوق فتح، تم اعتماد مستشفى الروضة ومستشفى البريهي أيضا ويدفع لهم 300,000 دولار، وكلما استنفذ هذا المبلغ مركز الملك سلمان يقوم بدفع مبالغ ثانية. أقول مركز الملك سلمان قام بدور عظيم في موضوع معالجة جرحى تعز في الداخل، وأيضا في الخارج دفعة ذهبت 40 جريح أو 42 جريح إلى السودان، وفي دفعة 30 ذاهبة إلى السودان. منظمة كويتية 50 جريح أصيبوا بإصابة في العيون سيذهبون إلى الكويت، سيذهبون إلى الهند بدعم كويتي. أقول أن الجرحى أكيد مصاب يعني مصيبتهم عظيمة وآلامهم يعني كبيرة، نحن نحاول بقدر الإمكان، ومثل ما تحدث في السابق الحكومة لم توفر مال حتى نساعد هؤلاء الجرحى، لكن نحن نستعين بمركز هؤلاء الجرحى. أستاذ يقاتلون إلى صف الشرعية إلى صف الحكومة، أليس من الأولى أن تهتم بهم الحكومة؟ يعني لاحظنا أن هناك عشرات الوقفات الاحتجاجية في تعز تقام، هناك مرضى أعيدوا من مستشفيات عدن وطردوا منها، هناك أيضا حالات كثيرة جدا، لماذا هذا التنكر للجرحى؟ أخي العزيز، مثل ما قلت فيما يتعلق بمستشفيات عدن، هناك مركز الملك سلمان يتعاقد مع مستشفيات خاصة، هو لا يتعاقد إلا مع مستشفيات خاصة. مستشفيات عدن تستقبل جرحى تعز
من بعد تعييني ايضا مستشفى الروضه، مستشفى البريهي في تعز، ومستشفى الثوره يقوم بعمل عظيم وهو بدعم من الاخوه الاماراتيين والقطريين يقوم بعمل عظيم. مستشفى التعاون عمل اكثر من 600 عمليه عظام في 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 مستشفى التعاون بدعم قطري. نحن نحاول ان نخفف. انت تعلم ان طالما والمعركه لا زالت مستمره فاعداد الجرحى كل يوم تتزايد، كل يوم المعركة لم تتوقف، بحيث نحن نستطيع أن نقول لدينا 100 جريح ونثبت هذا الرقم. المعركة قائمة وتعز تريد أن تتحرر، وكل يوم تقدم أثمان غالية وأثمان عالية، وكل يوم لدينا عشرات الجرحى. وهذا الملف هو ملف معقد وملف صعب وملف لا يمكن معالجته بشكل يعني في لحظة ما ويغلق. هذا ملف سيظل مفتوح طالما المعركة مفتوحة. هناك اتهامات واضحة لوزارة الصحة بالتقصير في ملف تعز، ليست وزارة الصحة أيضا اللجنة الإغاثية العليا غير موجودة في تعز. أقول يا أخي الكريم، لجنة الإغاثة تعمل تقوم بدورها، وزارة الصحة مثل ما تحدث ليس لديهم إمكانيات، وهم يتواصلون مع مركز الملك سلمان. أعتقد أن هناك أن 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 هناك يعني 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 ما أريد أن أقول أن وزارة الصحة يمكن الإخوة الإعلاميين يعني بالغوا في يعني في الحديث عن أنها لا تقوم بعمل، هي تقوم بعمل ما شك فيه، لكن يا أخي الحكومة والبلد بلا موارد. يعني اليوم عندما تذهب لوزير الصحة أو وزير أي وزير من الوزراء بكل سهولة يرد عليك ليس لدي إمكانيات، وهو صادق في هذا الأمر. يعني هم الوزارة الصحة والإغاثة هم يستعينون بآخرين لمساعدتهم، وأنا أقول أن مركز الملك سلمان مثل ما قلت في الجانب الصحي يقوم بعمل عظيم في تعز وفي اليمن، ونحن نشكر لهذا لمركز الملك سلمان هذا العمل العظيم من هنا من هذا المكان. وزارة الصحة مطلوب منها أن تعمل بشكل أفضل مما تعمل عليه، لكن لا يمكن لي أن أقول أن وزير الصحة وزارة الصحة لا تؤدي دور لأنه ليس لديها إمكانيات وهي تعمل وفق الممكن. أستاذ علي، وزارة الصحة بإمكانها أن تقوم بالتنسيق بشكل أفضل، بإمكانها أيضا أن تفتح المستشفيات في المناطق خارج تعز، بإمكانها أيضا البحث عن موارد. عندما نتحدث عن دور لوزارة الصحة، وصل الوضع إلى أن شخصيات اجتماعية في تعز تقوم بمناشدة المخلوع والحوثي لمعالجة جرحى المقاومة في تعز. كيف بإمكان هؤلاء الذين ناشدوا؟ أنا لا أدري يعني على أي أساس بنوا هذه المناشدة، لكن ما أريد أن أقوله، وأنا مطلع ومتابع لملف الجرحى وأعلم ما حقيقة يعني ما يدور في الحكومة. أقول يا أخي الحكومة إلى وقت قريب لم يكن لديها مورد. إن كان أنا أتحدث لك أقول لك أنا من 10 أشهر وأنا محافظ لتعز لم أستطع الحصول على أي مال سوى ما تحدث عنه سابقا لإدارة ملف الصحة، ملف الجرحى، ملف التعليم، ملف النظافة، ملف المياه، ملف الكهرباء. ماذا يمكن أن تصنع ب$300,000 لمحافظة قوامها 4 مليون لمدة 10 أشهر هذا المال يعطى؟ لكن مع هذا كل واحد منا المحافظ والوزير ورئيس الوزراء كل واحد يحاول أن يقوم بما هو مطلوب منه. طبعا ما في شك أنه في تقصير فيه، لكن ليس ذلك الأمر الذي يعني يهول ويضخم ويقال أن الناس لا يقوم بأدوارهم. الناس يقوم بأدوارهم، هناك تقصير ما من شك في ذلك، لكن لا تستطيع أن تدير من غير مال. الإدارة هي أن يكون لديك إذا لم تكن الدولة قادرة على يعني توفير المال للمحافظات هذه وللمسؤولين الذين يديرونها، فعلى ماذا تراهن الحكومة؟ يعني أنا في هذا أنا معك في هذا فيما تقوله تماما، وأنا قلت هذا الكلام للأخ رئيس الجمهورية والرئيس الوزراء والنائب رئيس الوزراء السابق الأستاذ خالد بحاح. عندما ذهبت للأستاذ خالد بحاح قلت له نريد مال لمحافظة تعز، قال لي بالفم المليان ليس لدينا مال، ما عندناش مال نعطيك، اذهب إلى تعز من غير مال. قلت له كيف يمكن لي أن أدير محافظة؟ قال اذهب. أقول يا أخي الكريم، خالد بحاح في هذه النقطة بالذات قال أن شخصيات قيادية في المقاومة استلمت $3 مليون من المملكة العربية السعودية. هو يتحدث، أنا أتحدث كسلطة محلية أحتاج إلى مال في موضوع الخدمات، هو يتحدث عن قيادة في المقاومة استلمت مبالغ، وهذا أمر هو لا يسترد إلى معلومات. يا أخي الكريم، معركة لمدة 7 أشهر يعني قدم أبناء تعز فيها آلاف الجرحى، آلاف الشهداء. يعني الحديث عن 100 مليون ولا 200 مليون أمر لا يعني لا صح الحديث بهذه الطريقة. قادة المقاومة في تعز قدموا أعز الناس لديهم، أبنائهم وإخوتهم وأقرب الناس إليهم. ما من قائد مقاومة، ما من مقاوم في تعز إلا ولديه أخ شهيد ولديه أخ جريح ولديه إخوة. تعز قدمت أعز وأغلى من المال قدمت الرجال.
الحديث عن أموال صرفت بالتأكيد أي معركة هي آكلة ومحرقة للمال، لا تستطيع أن تقاتل جماعة يمتلكه الانقلابيون، يمتلكون البنك المركزي، يمتلكون مئات المليارات في مواجهة مقاومين مدرسين وأطباء وأساتذة جامعة بدأوا المقاومة في تعز قبل أن تأتي قوات التحالف وقبل أن يقرر حتى رئيس الجمهورية فتح المعركة. أبناء تعز بدأوا بالمقاومة من وقت مبكر وبإمكانيات بسيطة ومن خلال شباب لا يعرفون كيف يستخدمون السلاح. اليوم أبناء تعز كلهم مقاتلين ويدافعون عن أنفسهم، هم لا يذهبوا للقتال لكنهم يذهبوا للدفاع عن أنفسهم وعن شرفهم وعن 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 وعن, وعن, وعن مدينتهم. أقول الإمكانيات لا توجد إمكانيات الحكومة ولا منعطى إمكانيات، ومع ذلك ملف الجرحى مثل ما قلت مركز الملك سلمان يقدم دور عظيم، الإخوة في الهلال الأحمر الإماراتي القطري الكويتي، واليوم نحن هنا في تركيا وأنا أتيت إلى تركيا برسالة من رئيس الوزراء إلى رئيس وزراء تركيا ورئيس وزراء تركيا السلام رسالة الدكتور أحمد عبيد بن داغ. ماذا تحتوي هذه الرسالة؟ رسالة للإخوة لرئيس وزراء تركيا بأن محافظ تعز موجود في تركيا ويحمل ملف الجرحى، نرجو مساعدته في نقل جرحى محافظة تعز إلى تركيا لعلاجهم. رئيس وزراء تركي وجه بتوجيه واضح لوزير الصحة التركي بضرورة نقل جرحى تعز والتعاون والمساعدة البنية التحتية لقطاع الصحة في تعز. قابلت الأخ وزير الصحة كان منفتحا، مجرد ما طرحت له الرقم أنه عندنا 300 جريح قال على الرحب والسعة نستقبله. 300 جريح فقط يعني؟ 300 جريح ممن يستحقون العلاج في الخارج، لكن هم أكثر من 10,000 جريح الأولى. أبدأ الاستعداد والترحيب، اتصل في لحظتها وهو في المكتب وزير الخارجية، طلب منه منح تأشيرة لهؤلاء الجرحى ومرافقيهم بحسب توجيهات رئيس الوزراء، تواصل مع الإخوة في تيكا أهم منظمة مرتبطة بالدعم الخارجي التركي، طلب منهم مساعدة في نقل الجرحى بالطيران. الحكومة التركية يعني تفاعلت معنا، أبدت استعداد في أرسلت وفد في قبل نصف شهر وصل إلى منطقة التربة، وهي بنية إرسال وفود أخرى إلى تعز معرفة احتياجات المحافظة في القطاع الصحي. الإخوة الأتراك يعني تفاعلوا جدا مع موضوع الجرحى ومع احتياجات القطاع الصحي، مثل ما قلت أبدوا الاستعداد لدورات التدريب الأطباء، أبدوا استعداد مستشفى ميداني تقريبا، مستشفيين ميدانيين يعني هناك بروتوكول لمستشفى لعدن ومستشفى لتعز وسيرسلوا قريبا يعني خلال 10 أيام ونصف شهر سيرسلوا، لديهم الرغبة الأكيدة ويعني وهم يتابعون، مجرد التقينا بهم أصبحوا هم يتابعون بشكل يومي، ماذا صنعتم بهذا الأمر، ماذا فعلتم بهذا الأمر. الإخوة الأتراك يعني مشكورين، تفاعلوا مع مشكلتنا. رئيس الوزراء مثل ما قلت بمجرد وصول رسالة رئيس الوزراء اليمني أبدأ الاستعداد، تواصلت مع فخامة رئيس الجمهورية في هذا الموضوع، رئيس الجمهورية أيضا وجه وتواصل مع الوزراء في حكومة الأستاذ بن دغر بأن أيضا يقدموا التسهيلات اللازمة لنا في عملنا. أقول الحكومة ورئيس الجمهورية متفاعلين مع موضوع يعني الجرحى. هل سنشهد أنه انفراجة في ملف الجرحى قريبا يعني؟ بإذن الله، أنا أقول أنه خلال مدة لا تتجاوز شهر بإذن الله سيكون هناك انفراج كبير في موضوع جرحى تعز. كيف يمكن وقف الاستنزاف في محافظة تعز؟ يعني الآن أنتم في محافظة تعز، المشاهد ربما لا يعرف خارطة الصراع في محافظة تعز التي تدور ربما أحيانا حرب بشوارع تصل في بعض المناطق، حرب مناطق، هناك انقسام كبير جدا. كيف بالإمكان أن نوقف أو يتم أيضا مساعدة المقاومة والجيش الوطني على وقف أو تأمين المناطق التي تم تحريرها؟ هناك مشكلة حقيقية أن المناطق التي يتم تحريرها يعني يصبح هناك شبه فراغ أمني. أنتم تعلمون أن يعني الحرب أو على الإرهاب في محافظة الجنوبية سبب هروب عدد لا بأس به من الجماعات المتطرفة إلى تعز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلايا النائمة، كلما تحررت جزء من المحافظة كلما بدأ البعض المرتبطين بالنظام بالإنقلابيين يمارسوا أعمال إقلاق للسكينة العامة. الجانب الأمني هو جانب يشغلنا كثيرا، وكلما توسعت رقعة الأرض المحررة كلما بدأت تخلق لنا مشكلات أمنية. نحن نراهن كثير على دعم إخوتنا في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة على دعم المؤسسة الأمنية، لأننا إن تحررنا
ولم نؤمن المدينة والمحافظة فكأننا لم نعمل شيء. أمر مهم أن يترافق أن, 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 أن يسير الأمر بالتوازي، تتحرر المدينة ونستطيع أن نوفر الأمن لأبناء المناطق المحررة. ما لم يتم ذلك فأقول أننا سنكون يعني ندفع بالآخرين بالمتواجدين في مناطق غير محررة أن يتمسكوا بالإنقلابيين طالما الأمن غير متوفر في المناطق المحررة. سنعود لاستكمال الملف الأمني وملف الفصائل المسلحة وكيف بالإمكان ضبط الإيقاع والأداء الأمني، لكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود معه بعده لاستكمال الحوار مع الأستاذ علي المعمري محافظ فاس، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. نعود لاستكمال الحوار مع ضيفنا الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز. أستاذ علي، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ضرورة ضبط الأداء الأمني ودعم الأجهزة الأمنية، وأيضا تحدثتم عن وصول عدد كبير من الجماعات المسلحة خاصة المرتبطة بملف الإرهاب إلى تعز. أين تنتشر هذه الجماعات، وهل فعلا أنها كما يروج لها أنها أصبحت جزء من فصائل المقاومة؟ أولا هي ليست أعداد كبيرة، هي وصلت أعداد من مناطق القتال في المحافظة الجنوبية وصلت إلى تعز، ليست بالأعداد الكبيرة، لكن الخشية أننا في ظل جهاز أمني ليس بالشكل المطلوب يمكن أن نشكل هذه الجماعات خطرا على المدينة. أقول المدينة والمحافظة بأعدادها الكبيرة يمكن أن تلتهم أي جماعة. اليوم لا يستطيع جماعة مهما كانت أن تقف في مواجهة مشروع 4 مليون بني آدم في تعز. أتصور أن أي جماعة من هذه الجماعات إن فكرت بالمساس بالجانب الأمني بالمحافظة والمدينة سيتصدى لها 4 مليون وستختفي. تعز مدينة أو محافظة كبيرة وأبنائها مستوى وعيهم كبير، ولا يمكن أن يسمحوا لهذه الجماعات أن تتواجد في مدينتهم وفي محافظتهم. ومع ذلك نحتاج إلى دعم مثل ما قلت للجهاز الأمني لمنعهم من العبث بالأمن. نحن نقول أننا حريصين في هذه المدينة على أن لا يتقاتل الناس، على حريصين حرص تام وكامل على أن نحرر مدينتنا، وأن بعد التحرير مباشرة أن تستقر المدينة وأن تستقر وأن تؤمن. هناك من يقول سيد علي أن الجماعات المسلحة أو فصائل معينة أصبحت تمثل هاجسا أو مقلقا لدى سكان محافظة تعز، هناك عدد من القيود المفروضة على حركة الناس أصبحت في بعض المناطق، وأن هناك ربما غض النظر أو غض للطرف من قبل الأجهزة الأمنية والجيش الوطني عن مثل هذه الجماعات المسلحة. أخي العزيز، أنا أقول فيما يتعلق بالجماعات المسلحة، نحن في تعز حصلنا على توجيه من فخامة رئيس الجمهورية باستيعاب أفراد المقاومة في الجيش الوطني والأمن، وعليه فإن كل مسلح في تعز سيصبح بإذن الله فردا في الجيش الوطني أو في قوات الأمن. وبدأنا فعلا باستيعاب الأعداد المقاومين الذين كانوا موجودين في جماعات مسلحة، وهم عندما تحولوا إلى جماعات مسلحة ليس بخيارهم. عندما يأتي الانقلابي إلى مدينتك يريد أن يهتك عرضك، يريد أن يقتلك، يريد أن يعني أن يدمر مدينتك، ليس أمامك إلا أن تحمل السلاح في مواجهته. هؤلاء الشباب الذين حملوا السلاح هم أكثر الناس حرصاً اليوم على أن ينضغوا تحت لافتات أو تحت عناوين الجيش الوطني. ونحن من شهر ونص بدأنا بدمج المقاومة في الجيش الوطني، وقسمنا المحافظة إلى ثلاث مناطق. اعتبرنا منطقة التربة والمناطق المحيطة بها تابعة للواء 35، ومنطقة النشمة إلى منطقة المطار القديم والربيعي والضباب تابعة للواء 17، والمنطقة والأفراد المقاومة المتواجدين داخل المدينة وفي المنطقة الشمالية يتبعون اللواء 22. نحن خلال أسبوع بإذن الله وصلنا إلى 90% في عملية الدمج، لأن رئيس الجمهورية مثل ما قلت وجه، ولدينا أرقام عسكرية ل 15,000 في الجيش و2,000 في قوات الأمن، 17,000 مقاوم. بما طبعا عندما تسمعوا عن هذا الرقم نحن نتحدث عن 17,000 مقاوم، منهم 10,000 مقاوم جرحى. كل هؤلاء سيستوعبون في الجيش الوطني، وبإذن الله لن نرى جماعات مسلحة داخل المدينة، لن نرى مقاومين مسلحين.
كل فرد من أفراد المقاومة سيصبح أصبح اليوم محسوبا على لواء من الألوية الثلاثة أو على قيادة المحور. ما حصل في بعض المحافظات من إشكال في مسألة دمج المقاومة في الجيش نحاول قدر الإمكان. يعني الآن مثلا هل سنشهد مثلا دمج كتائب أبو العباس مثلا؟ أقول بالنص كتائب أبو العباس، وأبو العباس شخصيا قال أنا سأنضم إلى اللواء 35، وأبو العباس من القيادات الحريصة على أن يكون أفرادها في الجيش الوطني. بعض الإشاعات التي يعني تقال عن بعض الشخصيات بعض القيادات في تعز هي يعني إشاعات مغرضة ويستهدف منها أشخاص، أبو العباس وغيره من قيادات المقاومة على قدر عالي من الإحساس بالولاء للوطن وبالحرص على تعز وعلى بناء تعز. كل باختصار شديد يا أخي العزيز، كل المقاومين المتواجدين في كل الجبهات أعدكم بأنه أعد كل المشاهدين بأنه خلال الشهر القادم سيصبحون أفراد يعني محسوبين على الأولية الثلاثة أو على قيادة المحور أو على إدارة أم تعز. أستاذ علي، كانت هناك إشكالية من قبل الوحدات العسكرية تشكو من أنها لم تستلم مرتباتها لفترة طويلة، كيف يمكن ضبط الأداء الأمني والعسكري في ظل غياب مثلا الالتزام بصرف المرتبات؟ هذا صحيح، الأفراد الجيش والمقاومة من سنة لم يستلموا مرتبات، وهذا بسبب أن البنك المركزي يتحكم به الانقلاب جماعة الانقلابيين. كل فرد من أفراد الجيش اليمني عندما انبرى لقارعة هؤلاء الانقلابيين ولقتالهم ما كان من قيادة الانقلابية إلا أن منعت عنه الراتب، منعوا عن الناس الرواتب عشرات الآلاف اليوم بدون رواتب في قطاع الجيش والأمن، مقطوع رواتبه. نحن نؤمل كثير على عودة البنك، على أن يكون هناك بنك مركزي في عدن. أستاذ، هناك قيادة للجيش، هناك يعني القيادة العامة للأركان، أليس من مسؤولية هذه تأمين هذه المرتبات أسوة بالمرتبات في المناطق الأخرى؟ أخي العزيز، المرتبات في المناطق الأخرى يعانوا بنفس القدر، لكن في تعز هو بشكل أكبر. يعني في مثلا في مارب استلموا لعدة أشهر أو في محافظة أخرى، لكن في تعز مثل ما قلت منذ عام لم يستلم أحد راتب. والناس ونحن وأنا واحد من استغرب عندما أجد أشخاص وأفراد وبأعداد كبيرة موجودين في الجبهات بدون رواتب. قمة الإيثار والعطاء والتضحية أن يعم أن يظل يقاتل في الجبهة وبدون راتب وأسرته، ومع ذلك عندما تطلب منه أن يغادر موقعه يصر على البقاء في 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 جبهات القتال ويقاتلون وبدون رواتب. أقول أيضا واحدة من الرسائل التي أريد أن أوصلها من هنا، أن على الإخوة في هيئات رئاسة الأركان، على الإخوة في القيادة العامة للقوات المسلحة، على رئيس الجمهورية، نائب رئيس الجمهورية، أن يسرعوا في إيصال مرتبات الأفراد والضباط المقاتلين في تعز. لكن لن يحل هذه المشكلة إلا وجود بنك مركزي خارج العاصمة صنعاء متواجد في عدن لفترة إلى أن تحل مشكلة اليمن بشكل عام. طالما والمال يتحكم به الإنقلابيين في صنعاء، فأقول أن أرزاق الناس كلها بأيديهم اليوم. طيب أستاذ علي، كان هناك إشكالية تحرير تعز، ربما هي مشكلة كبيرة جدا. هناك من يقول أن لا توجد إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية بتحرير تعز، حتى التحالف هناك من يريد أن تبقى تعز بؤرة للاستنزاف، وهذا ربما ما يكشف عنه عدم تحرك قوات المنطقة الرابعة المحادة التي تعز جزء منها، لم تتحرك قواتها من العند ولم تصل من كريش ولم تستطع أن لماذا تترك تعز بعيدا عن الاستناد العسكري؟ أقول واحد من أسباب التأخير أن تعز لم يكن لديها قيادة سياسية ولا قيادة عسكرية، بمعنى أننا من أشهر بسيطة أصبح لتعز محافظ وقائد محور وقائد ألوية. منذ أن تعين محافظ وتعين قائد محور بدأت الإمكانات وبدأت المساعدات وبدأ العون يصل، ليس بالشكل المطلوب ولا بالقدر المطلوب، لكن هناك مساعدات تقدم للإخوة في قيادة التحالف. قبل وجود محافظ وقائد محور وقارة الألوية ما كان يمكن للتحالف أو للإخوة في قيادة أن يساعدوا طالما لا توجد قيادة. اليوم نحن نقول نحن بحاجة إلى دبابات، بحاجة إلى مدرعات، بحاجة، وستحسم معركة تعز بأقرب وقت. مشكلة تعز أن لديها عدد لا بعدد الأصبع، يعني أصابع اليد الواحدة من الدبابات، وبدلا من أن الدبابة تحمينا أصبح أبناء تعز وظيفتهم الأساسية أن يحموا هذه الدبابات. أقول
إذا توفر يعني إذا ونحن نؤمل كثير. ومثل ما قلت كان هناك اتفاق مع قوة التحالف على خطة لفك الحصار وتم يعني تم تنفيذ هذه الخطة على أكمل وجه. نحن بإذن الله سنلتقي قريبا، أنا سأعود من تركيا إلى الرياض وسنلتقي بالإخوة في قيادة التحالف للبدء في المرحلة الثانية من تحرير المدينة. الإخوة في قيادة التحالف يعني يبذلون جهد، يقدمون مساعدات، بالتأكيد يعني هناك يعني تقصير في 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 يعني هو ليس مفهوم يا أستاذ، ليس مفهوم أن تتوقف المعركة التحرير، أن تتوقف الدبابات في كرش وما قبل كرش، وأن تتوقف تقدم في ذباب في باب المندب، وأن تترك المخا وتترك هذه المناطق لتهريب السلاح، لقصف المناطق، لتهديد عدن، لتهديد بقية المناطق. ما الذي يمنع؟ أتفق معك تماما أن تأمين عدن واللحج وأبين لا يمكن أن يتم إلا إذا تحررت تعز. تعز في الجغرافيا مهمة جدا، تعز هي يعني المنطقة التي إن أمنت التي إن حررت سيصبح عدن ولاحق وأبين آمن. وأنا مثلك أستغرب أنه أن تتوقف هذه الدبابات والأسلحة الثقيلة في مناطق الأطراف، هذا أمر كل الناس استغربته. لكن نحن اليوم ما نجده وما نسمع من الإخوة في قيادة التحالف، نسمع كلاما جيدا يعني تعاون ملموس في فترة الثلاث أشهر السابقة. بإذن الله هذه الدبابات وهذه المدافع وهذه الأسلحة الموجودة في كرش وفي مناطق الأطراف بإذن الله ستتقدم وستساعد في تحرير محافظة تعز. ربما هناك قلق لدى الإخوة في قوة التحالف مما هو موجود في تعز. نحن أوصلنا رسالة تطمين واضحة أن كل المسلحين أصبحوا اليوم أفراد في الجيش الوطني، لديهم قلق من أعداد كبيرة مسلحة غير منضبطة موجودة في شكل جماعات مسلحة لدى الإخوة في قوة التحالف، قلق في هذا الجانب. نحن حاولنا من خلال الحصول على توجيه من رئيس الجمهورية في دمج المقاومة في الجيش الوطني أن نرسل رسائل تطمين. أتوقع على نهاية هذا الشهر نكون قد دمجنا كل أفراد المقاومة في الجيش الوطني، وساعتها صدقني أن الإخوة في قوات التحالف سيقدمون كل العون وكل المساعدة. يعني هل قلق التحالف من الوضع في تعز أكبر من قلقها من استمرار سيطرة الميليشيا على خطوط الملاحة البحرية في المخا وفي باب المندب وفي الخوخة وهذه المناطق التي يفترض أن يتم تأمين تعز وتأمينها؟ يعني نلاحظ أنه حركة الملاحة العالمية مهددة، بينما لو تم تأمين هذه المناطق وتم إسناد المهمة هذه لأبناء تعز لتم تأمينها بشكل. أخي العزيز، هذا السؤال يسأل عن التحالف، لكن مع هذا الشيخ اللي يقول أن تأمين خطوط الملاحة هذا أمر لا يستطيع أن يهدد الملاحة لا الحوثيين ولا الإنقلابيين ولا أحد. هذه ممرات دولية، العالم لا يمكن أن يسمح بأن تصبح مناطق مهددة. يعني إن تجرأ الحوثي أو الإنقلابي جماعة صالح أن يتقدموا في هذه المناطق العالم كله سينقض عليهم. لكن ما أقوله أن هناك لبس لدى الإخوة في قوات التحالف، لديهم قلق من وجود أعداد كبيرة من المسلحين في جماعات موجودة في تعز، وهناك شغل إعلامي من جماعة المخلوع والحوثي في تضخيم هذا الأمر في تعز. هذا القلق نحن حاولنا أو نحن جلسنا مع الإخوة في قيادة التحالف مع قيادة عليا في التحالف وقلنا لهم أننا سنطمئنكم من خلال دمج المقاومة في الجيش الوطني، لن يصبح لدينا فرد غير منضبط، ستصبح كل أفراد مقاومتنا موجودين في ألوية الجيش. ونحن لا نقول كلام في الهواء، نقول أن الإجراءات بدأت من شهر ونهاية هذا الشهر بإذن الله. أستاذ علي، الأعداد المسلحين اللي في تعز لا أعتقد أنهم يشكلوا خطرا مقارنة بأولئك الذين كانوا في عدن، أولئك الذين كانوا في محافظات أخرى، ولكن عندما وصلت القوات التحالف باعتقاد أنه تم تأمين تلك المناطق بشكل كبير. الموضوع ربما لديه علاقات، هل هناك حساس يعني حسابات ليدخل في ضمنها كون الإصلاح هو جزء من المعركة ربما أو أطراف معينة؟ أنا أقول يا أخي العزيز بالعكس، ما حصل في عدن بعد التحرير هو ما جعلهم يقلقوا مما يمكن أن يحصل في تعز. عدن أنت تعلم وأنا أعلم أنه ما يمكنش إلى اليوم ضبط الجانب الأمني فيها، نتيجة لأن هناك جماعة مسلحة ما استطاعوش أنهم في لحظتها أن تدمج في الجيش. نعم. هذا الذي حصل في عدن أو في مناطق أخرى جعلهم يقلقون من ذلك، وهم يعلمون أن الأعداد في تعز أكبر والمساحة أكبر. هذا الذي
في تصوري واحد من الأسباب يعني هو البيئة في تعز ليست مشجعة. أنا أنت تفهم ذلك وأنا أفهم ذلك. نعم. لكن هناك محاولة لضخ نعم. إعلامي وتخويف الإخوة في التحالف من هذه المسألة. أقول أننا جلسنا مع قيادات عليا في قوة التحالف وأوصلنا رسالة مفادها أننا جميعا كمقاومة سنكون موجودين في وبدأنا الإجراءات منذ شهر وعلى نهاية هذا الشهر ستكون هذه المسألة قد حلت. لكن إذا ذهبنا لاتجاه آخر سيد علي ربما أخذنا الوقت إلى الموضوع الحقوقي يعني استمرار قتل المدنيين وقصفهم وتدمير أحياء الأحياء ويعني ارتكاب المجازر ألا تثير هذه القصص حساسية لدى العالم لدى المنظمات الدولية يعني نلاحظ أنهم لا يوجد إدانة واضحة أو تصرف واضح للجرائم التي ترتكب في حق أبناء تعز ما هو السبب هل لم تستطيعوا في تعز إيصال أصوات الضحايا بشكل واضح أخي العزيز فيما يتعلق بهذا الأمر أنا أتفق معك تماما جماعة الإنقلابيين لديهم آلة إعلامية ولديهم علاقات دولية في منظمات حقوق الإنسان علاقات لا تتخيل هؤلاء كانوا دولة وهم لا يزالوا ممسكين بكل مفاصل الدولة عندما تحدث يعني يحدث عمل غير عندما يحدث عمل غير موجه عندما يحدث عمل فردي في تعز في مواجهة أفراد آخرين يعني نجد الآلة الإعلامية للحوثي وجماعته ولصالح وللمرتبطين به يضخم هذا الأمر وكل يوم قتل لمدنيين وآخرها جريمة قتل أطفال في بير باشا جرائم قتل نحن عجزنا تماما عن إيصال عن إيصال جرائم حقيقية ترتكب ضد مدنيين وهم يلفقون قضايا ما سبب هذا العجز سبب يعني هل لأنه لا توجد لديكم رؤية لا توجد أطراف قادرة على نقل معاناة الناس هل لأنه الحكومة لا تولي هذا الجانب وهو هذا الملف أهمية كبرى لكل هذه الأسباب لكل هذه لأننا لا نمتلك إمكانيات لأن الحكومة مقصرة لأن الآلة الإعلامية للخصم أكبر من إمكانياتنا لأن نحاول قدر الإمكان يعني الجرائم التي ترتكب في تعز مثل ما قلت جرائم يعني من البشاعة إلى حد لكن المشكلة فينا نحن لم نستطع فعلا أن نوصل هذه الجرائم لمنظمات ولي هيئات يمكن أن تعاقب هؤلاء المجرمين نتيجة أفعالهم هذه جرائم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية نعم. هناك عجز منا كسلطة محلية ومن الحكومة ومن يعني ومن الأستاذ إذا وصلنا لمواقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاحظ أنه منسق الشؤون الإنسانية أو وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية زار صنعاء وزار مناطق ولم يذهب إلى تعز لم يزر أي يعني تعز أي مسؤول يعني أممي رفيع المستوى وقال أن هناك مشكلة يصور الموضوع على أنه صراع بين فصائل المسلحة يعني إلى كيف للحكومة أن لا تحتج على مثل هذه التصرفات شوف يعني. وأول يعني واحدة من أسباب وجود الحكومة خارج اليمن هذه واحدة من الأسباب التي تجعل مثل هكذا أمر يحصل يعني لو أن الحكومة موجودة في عدن مثلا بالتأكيد سيأتي هذا الممثل الأممي إلى عدن وستوفر الحكومة بالتواصل مع السلطة المحلية الإمكانات وال يعني ووسائل إدخاله إلى أي محافظة تريد لكن في ظل غياب الحكومة وفي ظل انعدام إمكانيات لدى السلطة المحلية هو يصل إلى صنعاء لتوفر إمكانيات أنت تعلم أن الطيران إلى وقت قريب كان يصل إلى صنعاء فقط وفي صنعاء إمكانيات دولة إمكانيات دولة بكل ما تعني يتحكمون بمئات المليارات أقول تعز 25% من السكان 300,000 دولار لمدة عام وهؤلاء 25 مليار فقط يأخذوه من دعم مجهود حربي من وزارة الدفاع كيف يمكن لي أنا الذي بلا موارد أن أواجه آلة إعلامية أن أواجه جماعات مرتبطة يعني أنت تعلم أن التواصل الذي يحصل بين الإنقلابيين ومنظمات دولية أيضا يحتاج إلى مال ويحتاج إلى جهد نحن لا نمتلك هذا الجهد ولا نمتلك هذا المال أستاذ علي فنبدو أعجز ونبدو أقل قدرة على إيصال لديكم قضية عادلة ولديكم إمكانية أن لماذا لا يتم دعوة المنظمات إلى تعز يعني هل أنتم غير قادرين على دعوة العالم إلى تعز يعني ما حدث الآن ربما 60% أو 50% من تعز تم تدميرها يا أخي العزيز أنا أقول لك وصل أحد مسؤولي الأمم المتحدة إلى تعز وهو في مستشفى الثورة بعد أن غادر مستشفى الثورة قصفت المستشفى هم يوصلون رسائل
للموظفين الدوليين ان تعز غير امنه، هم يوصلوا لها، وهم من يدم، وهم من وهم الذين لا هم الذين يخلقون هذه الحاله من اللا امن في تعز. هم يعني يصف الحال في تعز بانه وصول، مع انه حصل لاكثر من 10 مرات ان وصلوا مسؤولين امميين الى تعز وخرجوا من تعز بدون اي مشكله. اقول ان العلاقات علاقات الانقلابيين بهذه المنظمات علاقات وثيقة، وهي ليست بنت اليوم، هي نعم. قديمة. ونحن لا يعني في الحكومة وفي الجهات المختصة لا نمتلك هذه العلاقات ولا نستطيع توظيفها. أنا أتفق معك أننا نمتلك قضية عادلة، لكن نحن أعجز وأفشل ممن أن نصل مظلوميتنا إلى العالم لكي يعاقب هؤلاء القتلة نعم. والمجرمين، بينما الآخر يلفق قضايا ويختلق قضايا ويزور قضايا ويستطيع أن يسوقها ويقنع الآخرين بمظلومية غير موجودة نعم. أصلا. طيب بخلاصة، يعني ما هو المخرج من مثل هذه الأوضاع؟ كيف بالإمكان أن يصل أصوات الضحايا؟ كيف بالإمكان أيضا أن يتم توثيق جميع الجرائم؟ نحن يعني ربما هناك قصور كبير جدا في توثيق الجرائم، لا يوجد إلى الآن أي تسجيل أو أي تقرير أو أي فيديو يظهر حجم الدمار الذي تعرضت له تعز، بينما يعني لاحظنا أن هناك مدن أخرى دمرت بشكل أو بآخر، لكن موثق جميع الجرائم موثقة. أنا أقول أن هناك منظمات وهناك مؤسسات وهناك تعمل في هذا الجانب وتوثق وترصد، لكن ليس بالقدر الذي ينبغي والذي هو مفروض. لكن أنهم غير موجودين، لا مش صحيح، هم موجودين، وهناك جمعيات وهناك أفراد وهناك مؤسسات تشتغل. وفي اللحظة التي يفترض أن تقدم مثل هذه، يعني ستكون لدينا مواد جاهزة لتقديمها لدى الجهات المعنية، لكن جهدنا يظل أقل من الجهد المطلوب. أستاذ، طيب اتسم نشاط المنظمات في تعز خلال الفترة الماضية باقتصارها على تقديم معونات، كيس بر، كيس دقيق، كيس سكر، هل هذا هو المفروض انه يتم التعامل مع احتياجات محافظات بانها يعني جمعية خيرية؟ تعز لا تريد، ابناء تعز لا يريدون لا برا ولا سمنا. ابناء تعز يريد من قوات التحالف ومن العالم، بالذات قوات التحالف، ان يمدونا بالأسلحة التي نستطيع أن نحرر فيها محافظتنا. أبناء تعز جماعة منتجة، جماعة يكدون ويعرقون ويستطيعون أن يدبروا أمورهم ويوفروا مأكلهم ومشربهم، لا يعجزهم ذلك. نحن أحوج ما نكون اليوم إلى دبابات وإلى مدرعات، وسترى تعز وقد نهضت من جديد، وقد يعني كطائر الفينق يعني. طيب، تعز فقط، وأنا أقول من هنا نرجو من الإخوة في قوات التحالف أن يمدونا بالدبابات بأسلحة ثقيلة، ونحن نلتزم لهم أننا خلال أيام سنحرر هذه المدينة، لا نحتاج لا بر ولا مساعدة ولا شيء. بعدها أبناء تعز كل واحد قادر أن 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 أن, أن يعني يخلق من الإمكانيات والموارد ما يعيش به هو وأسرته. نعم. الدعوة اليوم للمساعدة في تحرير المدينة. نحن خلال سنة وسبعة أشهر حوصرت المدينة حصار شامل ومطبق ولم يساعدنا أحد، ومع ذلك تدبر الناس أمرهم وعاشوا وهم قادرون أن يعيشوا. أبناء تعز يعني يمتلكون من الإمكانات والقدرات على أن يعني يتطبعوا مع الحالة التي هم فيها، لا يعجزهم يعني أن يعيشوا. أستاذ علي، تعاقبت الحكومات وتعاقب الوزراء خطابات رئاسية وإلى آخره، لكنها لا تصل إلى السقف المطلوب لإنجاز عملية تحرير تعز. هل تعز تعاقب من جميع الأطراف؟ أخي العزيز، تحرير تعز ليس يعني أنا أقول يعني الأخ رئيس فخامة رئيس الجمهورية، كلما أقابله يعني تعز تشغله وتشغل ذهنه وهو متفاعل مع تعز ويبذل جهد فيما يتعلق بتحرير تعز، لكن نريد أن نقولها صريحة، تحرير تعز بيد قوات التحالف. الإخوة في قوات التحالف إن سندونا بالدبابة بالمدفع بالمدرعة، نحن لا الرجال لدينا موجودين، المقاتلين موجودين. التحالف نريد، لماذا لا تطلب؟ نريد أن نشاهد في تعز ما شاهدناه ولو بشيء بسيط في الجوف وفي مارب وفي عدن وفي حضرموت. طيب استاذ علي، لماذا لا توجه هذا الميدان هذا الحرر بالطلقه التي هذا الكلام لماذا لا يوجه لنائب رئيس الشؤون العسكريه ولقياده الاركان؟ اليست الا تستطيع الضغط على قلناه لرئيس الجمهوريه ولنائبه ولرئيس الوزراء، ونقوله بالفم المليان، ومن هنا نقول للعالم كله ان تعز ابنائها قادر على التحرير.
أبناؤها يعني أبناء يقاتلون في كل مكان، في مارب وفي عدن وفي كل المحافظات. نحن نريد أن نرى 10% مما شاهدناه في حضرموت وعدن ومارب والجوف، تلك الـ 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 يعني الأعداد الضخمة من الدبابات، الأسراب الضخمة من الطائر، هذه نريد 10% وتتحرر تعز. ومع ذلك أبناء تعز مثل ما قلتهم يعني أملهم بعد الله بالإخوة، قوة التحالف عظيم، وهم أيضا سيحاولون أن يحرروا المدينة ولو بأظافرهم، لن يعجزهم ذلك، لكن المسألة ستحتاج منهم إلى مال، إلى 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 يعني عدد أكبر من القتلى والشهداء والجرحى. نحن أمرنا بعد الله بالإخوة قوة التحالف، بالإخوة في المملكة العربية السعودية، بإخوتنا في الإمارات العربية، نحن نقول لهم إذا انتصرت تعز تنتصر اليمن. تعز اليوم تقدم ضريبة نيابة عن اليمن جميعا. تعز اليوم صاحبة مشروع، المشروع اللاصق بين شمال وجنوب. تعز اليوم يعني مشروع دولة مدنية، يراد علي عبد الله صالح والحوثي يعلم مدى أهمية هذه المدينة، ولهذا يعني يحشدون كل القوات لكي لا تتحرر هذه المدينة. ومع ذلك أعد كل الناس من هنا أن تعز ستتحرر بأبنائها بإخوان، لكن رسالتي لأبناء تعز أن تحرير المدينة ليس نهاية نحن نريد بعد أن نحرر المدينة أن, 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 أن نكون جميعا صفا واحدا في استعارة المؤسسات، استعارة الدولة، محاربة جماعة الفساد الموجودين في المقاومة والموجودين في السلطة المحلية، إيقاف يعني نفوذ بعض الذين يحاولون أن يشوهوا صورة المقاومة وصورة السلطة المحلية. نقول أننا بحاجة إلى الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والأفراد أن يصطفوا جميعا لاستعادة الدولة واستعادة مؤسسة الدولة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ علي. نتمنى أن تتحقق جميع هذه الأمنيات وأن نرى تعز محررة. كنا سعيدين جدا بالحوار معك أستاذ علي، لكن داهمنا الوقت. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيف الكريم الأستاذ علي المعمري محافظ محافظة تعز. كونوا معنا في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.